من هو الرسول الذي ينزل في آخر الزمان قبل أن ننهي عيسى عليه السلام؟ الخضر كان مع موسى ثم في سورة الكهف، ثم تحدثنا عن قارون، يعني موسى، تحليلاتي تقول موسى من سورة الكهف. السلام عليكم في مقطع جديد، مقطع اليوم مقطع. لذلك قبل أن نبدأ لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك. إذا لم يعجبكم المقطع في آخر المقطع شيروا اللايك، لا أعتقد أنه لن يعجبكم، لأن مقطع اليوم متعلق بالدين الإسلامي وستستفيدون من هذا المقطع الكثير إن شاء الله. في هذا المقطع سوف نختبر مدى معرفتكم في الأمور المتعلقة بالدين الإسلامي. أوكي، لا أريد أن أطيل عليكم قبل أن نبدأ، لا تنسوا أن تصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا الأمر مهم جدا كما في المقطع الذي سبق هذا المقطع الذي كان يدور حول قصة والتي هي بعنوان بركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عند انتهاء من هذا المقطع لا تنسوا أن تشاهدوا المقطع، مقطع مفيد جدا. المهم أيها المنتج شغل أدرو. أوكي، هيا لنبدأ. إذن على بركة الله صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أوكي، السؤال الأول، من معجزات عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه بإذن الله، ما معنى الأكمه؟ الأعمى، المريض، الأخرس؟ الإجابة الأولى التي هي الأعمى. صحيح، أكيد صحيح. السؤال اللي بعده الثاني، أوكي، ما اسم أبو نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ الإجابة الأولى مانا آزر عبد الشمس. الإجابة الثانية آزر. صحيح يا ولد. على هذه، من هو الرسول الذي قال عنه الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم؟ بينه على ما اعتقد، وفديناه بذبح عظيم. اسماعيل على ما اعتقد. الاجابه الاولى اسماعيل. صحيح. الخامس، كم عدد إخوة يوسف عليه السلام؟ 11 مع أخيه الذي من أمه وأبيه 11، هم 10 مع كلهم 11. الإجابة الثانية صحيح. اللي بعده 6. السؤال السادس، من هو النبي الذي كان يسبح معه الطير والجبال؟ إبراهيم عليه السلام، يونس عليه السلام، داود عليه السلام؟ على ما أعتقد داود عليه السلام. الإجابة الثالثة داود عليه السلام. لنرى، داود عليه السلام. نتثقف دينيا. أوكي، من هو الرسول الذي ينزل في آخر الزمان قبل أن ننهي عيسى عليه السلام ويحكم بشريعة الله محمد صلى الله عليه وسلم في الأرض؟ عيسى عليه السلام مباشرة. الإجابة الثانية ليس إدريس وليس موسى، الإجابة الثانية عيسى عليه السلام. إجابة واضحة ومعروفة، هذا الأمر معروف. عيسى عليه السلام. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا المقطع الجميل الذي يستحق الدعم، هذه المقاطع الجميلة. أوكي، السؤال، من هو النبي الذي ضرب الحجرة فانفجرت منه 12 عينة؟ صالح عليه السلام، شعيب عليه السلام، موسى عليه السلام عندما نجوا من
هو والشعب الذي ذهب معه عندما هربوا من فرعون؟ الإجابة هي موسى عليه السلام. موسى عليه السلام، موسى عليه السلام، لكي أثبت لكم أنني أعرف، أخبرتكم بالقصة. أوكي، موسى عليه السلام، موسى عليه السلام. حتى الآن خطأ واحد، حتى الآن خطأ واحد. جميل جميل. الزبور هو كتاب نبي الله داود إبراهيم سليمان. الزبور على ما أعتقد ليس سليمان، إبراهيم داود 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 داود، نعم كنت أعتقد أنه إبراهيم، قلت لا داود داود، أعتقد أنه من النبي الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. شعيب، أيوب عليه السلام، لوط عليه السلام، شعيب عليه السلام. أعتقد شعيب عليه السلام، على ما أعتقد شعيب عليه السلام، وشعيب أو أيوب، أعتقد أنه شعيب، أعتقد أنه شعيب لوط، لا شعيب ولا أيوب. الإجابة لا أعرفها، أنا اعتقدت شعيب أو داود، شعيب أو مهم. من هو النبي الذي أرسله الله إلى أصحاب الأيكة؟ شعيب، هود، اليسع، شعيب، اليسع. الإجابة الثالثة اليسع. قلت شعيب ثم لا بس كنت أعتقد أنه اليسع ثم قلت شعيب، تلخبطت أفكاري. المهم، قارون كان من قوم نبي الله إبراهيم، موسى، عيسى. قارون كان من قوم نبي الله عيسى، موسى، إبراهيم. شوف، أعتقد يا إبراهيم يا موسى، يا إبراهيم يا موسى، ولكن الخضر كان مع موسى ثم في سورة الكهف، ثم تحدثنا عن قارون، يعني موسى، تحليلاتي تقول موسى من سورة الكهف، موسى. يا التحليل في القرآن تجد الإجابة، الذي يحفظ القرآن. السؤال 13، نبي الله، نبي لم يسمى أحد من قبله باسمه، هارون، إلياس، يحيى. يحيى، يحيى عليه السلام، إجابة نعرفها، يحيى عليه السلام، يحيى عليه السلام. إجابة الثالثة، السلام عليكم. هنا في القرآن الإجابة أيضا، في القرآن الكريم، اقرأوا القرآن واحفظوه، من النبي الذي أسلمت ملكة سبأ على يده؟ داود، سليمان، إدريس، سليمان. أيضا من القرآن، من يأتيني بعرشها؟ قال له الجن قبل أن طرفت سليمان عليه السلام. أعتقد أنكم فهمتم، من القرآن الكريم، من القرآن الكريم، سليمان عليه السلام. الإجابة تعرفونها من يحفظ القرآن الكريم. نبي الله، نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى، امرأته وابنه من الكافرين. نوح عليه السلام، لوط عليه السلام، أيوب عليه السلام. نوح عليه السلام، امرأته، نعم، وابنه الذي أغرقه الطوفان. الإجابة من القرآن، مجددا نخبركم الإجابة، نوح عليه السلام، نوح عليه السلام. لنرى الإجابة، نوح عليه السلام صحيح. يا هذا ثمرة من يحفظ القرآن، ثمرة من يحفظ القرآن. من هو أبو نبي الله يعقوب عليه السلام؟ يعقوب، أبوه إسحاق، ثم أبو إسحاق إبراهيم، من إسحاق، إسحاق عليه السلام. إجابة صحيحة، يا له، هذه الإجابات السريعة دلالة على أنني مثقف دينيا. دليل، من هو الذي قتل جالوت؟ الملك طالوت، داود عليه السلام، اليسع. الذي قتل جالوت، الملك طالوت، على ما أعتقد، على ما أعتقد داود عليه السلام، داود عليه السلام. من الجيد أن نستقف، نعرف هذه المعلومة لم نكن نعرفها. ما اسم أبو مريم عليه السلام؟ عمران، عمران، ليس زكريا، عمران عليه، عمران، عمران، أبو مريم هو عمران، عمران، لا ليس زكريا، عمران، عمران. إجابة الأولى، عمران.
صحيح 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 صحيح، إجابة صحيحة. النمرود كان عدو نبي الله إبراهيم عليه السلام أيضا من القرآن، فبهت الذي كفر فقال له قال له بأن الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر إبراهيم عليه السلام كما أخبرتكم الإجابة من القرآن الكريم، من القرآن الكريم. احفظ القرآن. من هو إسرائيل؟ هي دولة غير معروفة، دولة لا وجود لها. المهم الإجابة على ما أعتقد يعقوب، يعقوب عليه السلام. الإجابة الثانية صحيح 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 صحيح، إسرائيل هي دولة لا وجود لها. هل كانت الأسئلة صعبة؟ أخبروني في التعليقات كم أجبتم من إجابة صحيحة تحت في التعليقات، واذهبوا إلى الخاتمة. أوكي، وإلى هنا وصلنا إلى ختام هذا المقطع الجميل، قليلا من الدعم لهذه المقاطع الجميلة التي تستحق الكثير من الدعم، لايكات، انشروا المقطع في كل مكان يستفيد غيركم مثل ما استفدتم، وصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولدتم مشاهدة المقطع. عند نهاية هذا المقطع شاهدوا المقطع الذي هو القصة التي تدور حول موضوع بركة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأتمنى أن أراكم بخير في المقطع الآتي. قبل أن أنهي كلامي، لايك إذا أعجبكم المقطع والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أول بأول، ودمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم. مقطع جميل جدا حقيقة، استفدت كثيرا منه، استفدت كثيرا كثيرا كثيرا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.